بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة دي هكلمكم فيها زي ما نوهت قبل كده عن الفيرال نيمونيا والـ ARDS. الفيرال نيمونيا not just for kids، ولازم نبقى عارفين ان الفيرال نيمونيا بنشوفها في الأدلت زي ما بنشوفها في البيدياتريك. الفيروسات recently recognized as an important pathogen in community acquired pneumonia due to improved diagnostic test اللي هو البي سي ار، لان احنا اما هنتكلم عن الدياجنوزيس اوف فيرال نيمونيا هنعرف ان التراديشنال كلتشر ميثودز مش هي الكومنلي يوزد في الدياجنوزيس اوف فيرال نيمونيا. It caused about 2 to 35% of community acquired pneumonia in adult، وكمان يمكن اكتر النسبه دي في البيدياتريك بوبوليشن. في recent emergence of new viral respiratory pathogens، وانا قصدت ان انا احط الريفرنسز هنا، موجود الكلام ده بيتكلم recently وبيتكلم هو في 2006، يعني ده محضرش ال recent emergence اللي احنا عايشينه دلوقتي بالنسبة للكورونا فيروس. الريسك فاكتور في viral pneumonia in adult في الغالب ال elderly patient هما المور predisposed في higher rate of hospitalization and death from viral pneumonia in person aged more than 60 years. ال COPD وال asthma patient لأن دول frequently complicated by respiratory viral infection. ال immunocompromised patient at increased risk. في ناس بتقسم الـ factors contributing to severe respiratory infection عندي ليها علاقة بالـ aging of the patient، يا إما respiratory factor يعني في affection بيحصل في المصل والـ protective mucus level والـ lung compliance والـ elastic tissue اللي موجود في الـ lung parenchyma، أو الـ immune function نفسها بتتأثر سواء كان على مستوى الـ cellular immunity أو الـ humoral immunity أو حتى الـ innate immunity. الـ clinical syndrome الـ viruses يا إما بتعمل upper respiratory tract manifestation زي الـ cold وزي الـ pharyngitis وزي الـ bronchitis، يا إما بتعمل حاجة اسمها bronchiolitis اللي هو acute inflammatory disorder للـ small airway، وده كومون في الشيلدرن اللي هم اقل من 2 years old، بيحصل فيهم نوع من انواع الايرواي اوبستراكشن باي سكريشن اند انفلاميشن، لان هم اوريدي الدايمتر بتاع الايرواي عندهم بيبقى صغير، ويعمل اير تراب ويعمل هايبر انفليشن، وممكن الاقي الطفل ويزي، وهنا بيحصل ميس دايجنوزس على ان الاطفال دي ازماتيك، والمفروض ان احنا ما نشخصش ازمه في الايج الصغير ده، في الغالب بيبقى برونكيولايتس. اشهر هنا كوز بيكون الريسبيراتوري سينسيتيال فيروس، لكن في اذر فيروسز برضو ممكن تبقى مسؤوله زي الهيومن ميتا نيومو فيروس والبارا انفلونزا والانفلونزا فيروسز والادينو والميزلز والراينو فيروسز. النيمونيا كبريزنتيشن في الغالب لو حصلت يبقى احنا قلنا يا اما ابر ريسبيراتوري تراكت يا اما برونكيولايتس يا اما نيمونيا، ده الكلينيكال سيندرومز. لو حصل نيمونيا البريزنتيشن بتاعها بيبقى to some degree similar للبكتيريال نيمونيا. الدياجنوزس بتاع اي فيرال نيمونيا بيعتمد على ان انا اشوف الجينيتك ماتيريال اوف ذا اورجانيزم عن طريق النيزل سواب سبيسمن او النيزل اسبيريت، او ممكن كومبايند نوز اند ثروت سواب سبيسمن، يا اما اخد سبيوتم سامبل او حاجه اسمها اندوتراكيال اسبيريت لو العيان ده في الاي سي يو مركب اندوتراكيال تيوب فبسحب منها اسبيريت، او بعمل للعيان حاجه اسمها برونكوسكوبي اللي هو منظار الشعب الهوائيه، واخد زي حاجه لافاج كده يعني بحقن شويه فلويد او صلاين وارجع اخدهم تاني اللي هي اسمها برونكو الفيولار لافاج، واعمل ديتكشن للجينيتك ماتيريال اوف ذا فيروسز عن طريق مثلا البي سي ار اللي هو بوليميريز تشين رياكشن او كده، او ممكن اعمل رابيد انتيجين ديتكشن ان انا ديتكت اللي هو زي الرابيد تيست اللي بيتعمل دلوقتي وبنسمع عنه في بعض الحالات بنعمله في حالات السسبكتد مثلا كورونا فيروس، هنا ديتكت الانتي بودي
اللي احنا بنعمله والمتاح دلوقتي، لكن في حاجات تانية ممكن متاح فيها الانتيجين ديتكشن. الفيرال كلشر من الحاجات الديفيكالت تكنيكال يعني، وبتحتاج سبيشال ديزاين دي لاب، والبي سي ار ميثود احنا قلنا عليها. دي امثله للبانل اوف فيروسز اللي هي ممكن تعمل كوميونيتي اكوايرد نيمونيا، سواء كان في التشيلدرن وفي الادل، والبانل دي يعني مش ريسنت يعني، دي منشوره في اللانسيت في 2011، حاطه الريسبيراتوري سينسيتيا الفيروس، الرانو فيروس، الانفلونزا بالسترينز بتاعتها الاي والبي والسي، الهيومن ميتا نيو فيروس. ونيجي نبص بعد كده في الليست هنلاقي موجود اهو الكورونا فيروس موجود ومعروف بالسب تايبس بتاعته، وهنلاقي اخر واحد اللي هو السارس اللي هو السيفير اكيوت ريسبيراتوري سيندروم سترينز، واظهر طبعا فيروسز موجوده كلها عندنا، الفاريسيلا، الانتيرو فيروسز، الميزلز، كل ده موجود، اللي بيشتاين باير فيروس، كل ده موجود كاكزامبل للفيروسز اللي ممكن تعمل نيومونيا. هنتكلم عن الانفلونزا نيومونيا. الانفلونزا نيمونيا دي مسؤوله عن انوال وينتر ايبيديميكس، اللي هي بتاخد حوالي من 6 تو 8 ويك تو 8 ويكس يعني اكوردنج للديوريشن اوف وينتر سيزون ان ذا كونتري، والترانسميشن بتاعها عن طريق السمول بارتيكل ايروسول، فبيبقى انهاليشن فروم بيرسون تو بيرسون، والانكيوبيشن بيريد بتبقى شورت من 2 ل 3 دايز، والماكسيمم فيروس شيدنج وبالتالي الانفكشن بتاع البيشنت ان هو يعدي حد تاني بيكون ات ذا اونست اوف illness، وكونتينيو 4-5 to 7 دايز. الانفلونزا طبعا ده هي الموست كومن كوز اوف فايرال نيمونيا في الأطفال، والانفلونزا فيروس دي فاميلي من الاورسو مايوكسي فايدا فيروس، وفي منيها تايبس تايب اي وبي وسي. نبقى عارفين ان في الاستراكشر بتاعها في تو انفلوب جلايكوبروتين، وهم دول اللي بيعملوا الانتيجينيك فاريشن في الانفلونزا، في اتش اللي هو الهيم اجلوتونين جلايكوبروتين، وفي الان اللي هو نيور امينيديز بروتين. الهيم اجلوتونين ده الاتش انيشيتس انفكتيفيتي وبايندز تو سيل، والنيور امينيديز ده البروتين اللي هو كليفز النيو فيروسز allowing it to spread. وبنرمز للاسترين بالتو ليترز دول H و N، ونبتدي نديهم بعد كده numbers. البانديميك بقى دي مش بتحصل انيمالي، دي بتحصل اما نيو فيروس يبقى introduced into the population، وده احنا شفناها هيستوريكالي في البانديميك اللي حصلت 1918، كان مسؤول عنها H1N1، وده ريسبونسبل كان ساعتها عن 50 مليون ديسز وورلد وايد. ال H1N1 برضو وال H2N2 عملوا تاني بانديميك 1957. 1968 كان ال H3N2 هو اللي مسؤول. الافيان انفلونزا اللي هي H5N1 عملت اول بريك في 1997، وكانت مسؤولة يعني معظمها في صورة انفلونزا نيمونيا. ظهر النوفل H1N1 ده فيروس اميرجت في مكسيكو في اليو اس اي في السبرينج اوف 2009، وكان هاي ريسك بوبوليشن للانفانت واليونج كيدز والهيلثي ادلت اللي هم ايجد فروم 20 تو 40 والبريجننت والبوست بارتم وومن، كان برضو الامينو كومبرومايز بيشنت والاوبيز والديابيتك والسي او بي دي والازماتيك سسبتابل، لكن كان الارتلي هنا لسه سسبتابل للاتش 1 اند 1 غالبا، لان دول كانوا حصل لهم براير اكسبوجر في الابيديميك الاولانيه اللي حصلت 1918. وكان بيحصل مورتاليتي في الهوسبيتالايزد بيشنت بالفيرال نيمونيا حوالي كانت وصلت من 7% تو 17%. طبعا الانفلونزا ايتش يير بتعمل 300,000 هوسبيتالايزيشن، وخاصة معظمها يعني بيبقى في الاولد ايج اللي هم فوق ال 65، وممكن تعمل كمان 36,000 ديسيس، معظمهم برضو في اللي فوق ال 65 بسبب الانفلونزا نيمونيا. وسيرت بيشن اللي هم هوسبيتالايزد فور انفلونزا في الغالب بيبقى عندهم شيست اكس راي انفلتريتس،
وغالبا بيبقوا كومبليكيتد في بسكندري بكتيريال انفكشن في حوالي يمكن 10% واكتر من الحالات. الكلينيكال مانيفستيشن بتعمل اكيوت اونست فيفر، شيلز، دراي كوف، ديسنيا، ممكن الاقي فيه فارنجيال بين، ممكن الاقي فيه نيزل كونجيشن، ممكن الاقي فيه مايالجيا، ماليز، انوريكسيا، جي اي تي مانيفستيشن، ممكن الاقي فيه ميلت اولترد منتال ستيتس وخاصه في الاولدر بيرسون. والشست اكس راي بيدينا بايلاترال ريتيكولو نودرال انفلتريتس، حاجه كده بتبقى برونكو نيومونيا مش لوبر شادو زي بتاع الستريبتوكوكوس نيومونيا، وغالبا بيبقى لوور زون بريدومينانت، ياخد اللور زون من اللنج زي ما ظاهر في الاكزامبل في الشست اكس راي دي، بايلاترال ولور لوبر وريتيكولو نودرال شادو. الفيرال نيمونيا دي اللي هي كوز باي انفلونزا فيروسز كان بي كومبليكيتد باي سكندري بكتيريال نيمونيا، وده موست كوم اللي بيحصل في الالدري بيرسون او اللي عندهم اندرلاينج بالمونري او كارديال ديزيز. الاقي في بيريود اوف امبروفمنت اوف سيمتوماتولوجي فولد باي انكريزد كاف سبيوتم برودكشن اند ابييرنس اوف كونسوليديشن في الشيست اكس راي. موست كومن اورجانيزم ريسبونسبل فور بوست فيرال نيمونيا اللي هو الستريبتوكوكس نيمونيا، ويجي بعد كده في سكند ديجري ليها الستاف اوريوس والجرام بوزيتيف ايه ستريبتوكوكس. التريتمنت لو بدأنا بالبريفنشن الاول، في فاكسين سابله للانفلونزا فيروسز، في منها يا اما انكتيفيتد فيروس فاكسين البروفايد فيروم بتاعه بيحصل له انكتيفيشن او يبقى بارشلي بروفايد، وفي بريبريشن منه بتوصل الافكس بتاعتها ل 70 to 90% في الهيلثي ادلت او في التشيلدرن لو هم جود انتيجينيك ماتش، يعني ايه لو كان فعلا السترينز اللي الفاكسين بيحملها هي اللي بريدوميننت في السيزون ده. في انواع تانية بتبقى ليف اتنويتد فاكسين وده يمكن مور افكتيف في التشيلدرن، في الادلت بتبقى ايكوال او ليس افكتيف عن الانكتيفيتد، ودي كونتر انديكيتد الليف ادوميتي دي في البريجنانسي او في الاميونو سبريست بيشن، لان هنا الاورجانيزم صحيح بيبقى ويك لكن عشان دول اميونو كومبرمايزد ممكن يعمل فيهم ديزيز. الانتي فايرال الافيلابل بيريديوس السيفيريتي السيفيريتي والديوريشن اوف النس، في منيها انهبيتور للام 2 بارتكل اللي هو زي الامانتادين او الريمانتادين، ودي بتستخدم بس في السب تايبس اللي هو الانفلونزا ايه، او نيورو امينيديز انهبيتور زي الاوسيلتاميفير اللي هو التامي فلو او الزاناميفير، وده بيشتغل على الانفلونزا ايه وعلى الانفلونزا بي. ده ليست يعني بالانتي فاير اللي هي الافيلابل، احنا اكثرهم استخداما عندنا اللي هو الاوسيلتاميفير اللي هو التريد نيم بتاعه تامي فلو او تامينيل، لان ده بيشتغل على بوس انفلونزا فيروسز اي اند بي، ولان منه اورال فورم والديوريشن اوف ادمنستريشن بتبقى حوالي 5 دايز ل 75 مللي جرام توايس اداي، والادفيرس افكت بتاعته بتبقى مايلد جاسترو انتستينال ايفنتس. من الفيروسز اللي هي بوزيتيف اوف نيمونيا واللي اكتسب شهرة الفترة اللي فاتت هو الكورونا فيروس، والكورونا فيروس ده لارج جروب اوف فاميلي بيتميز بان هو ار ان اي فيروس في كور من الار ان اي وسراوندد باي جروبس اوف بروتين اللي منها النيوكليوكابسيد بروتين والممبرين بروتين والانفلوب بروتين والمشهور اللي هو السبايك بروتين اللي هو بيبقى بصورة سبايكس اول اراوند ذا فيروس، واللي بيدي منظر الكورونا اللي هو التاج واللي بيرجع عليه التسمية. طبعا الكورونا فيروس ده مش فيروس جديد، يعني هو ده ظهر قبل كده وكان معروف ان هو بيعمل رينج اوف ديزيز من الحاجه المايلد زي الكومن كولد للمور سيفير ديزيز زي الميدل ايست ريسبيراتوري سيندروم
والسيفير اكيوت ريسبيراتوري سيندروم اللي هو السارس. لو بصينا على الفيجر الموجود هنلاقي ان هو اول ما ظهر برضو كان في تشاينا في 2002 و identified in 2003 as infecting human، وكان بيعمل حاجة اسمها السارس سيندروم اللي هو Severe Acute Respiratory Syndrome، وعشان كده سموه سارس كو فيروس يعني كورونا فيروس. وعمل ابيديميك تاني في 2012 in Saudi Arabia في السعودية. كان هنا الوسيط بتاعه كان الكاملز، كان بينتقل من الكاملز للهيومن، وعمل حاجة اسمها الميدل ايست ريسبيراتوري سيندروم وسموه ساعتها ميرس كوف فيروس. وطبعا في 2019 ظهر النوفل كورونا فيروس اللي هو كوفيد طبعا 19 ايدنتيفايد ان ووهان سيتي ان تشاينا. وهو صحيح يعني كان نيو في بعض الموديفيكيشن، لكن هو بارت من البريفيسلي ايدنتيفايد فاميلي اوف كورونا فيروس. زي ما قلنا الفيروس اللي هو بيعمل الكوفيد اللي هو كو فيروس او كورونا فيروس ديزيز 2019 برضو كانوا بيسموه سارس اللي هو سيفير اكيوت ريسبيراتوري سيندروم كورونا فيروس 2. وزي ما قلنا هو فيرست ايمرجنت ان ووهان سيتي في الليت 2019 وسبريد بعد كده لميني اذر كانتريز اراوند ذا وورلد لغايه ما ايدنتيفايد باي ذا دبليو اتش او ات ذا اند اوف جانيوري على ان هو بابليك هيلث ايمرجنسي. والسيمتومز زي ما احنا كلنا سمعنا ان هو في نسبة كبيرة ممكن يبقى مايلد سيمتومز فيفر دراي كوف تايردنس، لكن في بعض الكيسز ممكن يبقى بروجريس، وخاصة الاولد ايج او اللي عندهم اذر كوموربيد ديزيز. ممكن يعمل بريسنج ديفيكولتي، ممكن يعمل نيمونيا، ممكن يؤدي الى اورجان فيلير سواء كان ريسبيراتوري فيلير او كيدني اكيوت كيدني انجري او فيلير. والسيفير فورم منه اللي بيعمله واللي غالبا بيبقى فيتال منه بيعمل حاجة اسمها اكيوت ريسبيراتوري ديستريس سيندروم اللي هو الاي ار دي اس، وهو ده اللي احنا هنتكلم عليه في الكم سلايد اللي جايين. الاكيوت لانج انجري او الاكيوت ريسبيراتوري ديستريس سيندروم از ا كلينيكال ديفاستيتنج سيندروم ذات افكتس بوث ميديكال اند سيرجيكال بيشنت اند سبايت جريت ادفانس ان اندرستاندينج اوف ذا باثوجينيسيس اوف ذا ديزيز اتس مورتاليتي از ستيل هاي. يعني المورتاليتي ريت بتوصل من 40 to 60% بالرغم من الميني ترايلز اللي هي يعني aimed at lowering mortality. ال definition بتاع ال acute respiratory distress syndrome من ناحية ال timing of onset بيبقى within 1 week of a known clinical insult اللي بيحصل فيه new or worsening respiratory symptoms في صورة dyspnea، في صورة respiratory difficulty. من ناحية ال chest imaging بلاقي فيه bilateral obstacles، بس ال bilateral obstacles دي يعني مش effusion مثلا او مش collapse او مش nodules، ده بايلاترال بتبقى سيمي هوموجينس تو هوموجينس اوباستس، بتظهر في الشيست اكس راي او في السي تي اوف ذا شيست. وغالبا يتطور الموضوع لريسبيراتوري فيلير نوت فولي اكسبلين باي كاردياك فيلير اور فلويد اوفرلود. يعني الاديمه اللي بتحصل او الـ او الـ او الباثوجينيسيس اللي حاصل ده مش كارديوجينيك بلمونري اديمه، مش كاردياك فيلير ولا فلويد اوفرلود. طبعا بيحتاج اوبجكتيف اسسمنت كويس بالايكوكارديوجرافي تو اكسكلود الكارديوجينيك بلمونري اديمه. الاكسجينيشن دي الحاجه المهمه، بلاقي البيشنت ريكوايرنج هاي اوكسجين سبلاي، وبالرغم من كده بلاقي البارشل بريشر اوف اوكسجين في ارتيريال اوكسجين از لو. فاما بنعمل حاجه اسمها البي اي على الاف اي 2 اللي هو
بارش البريشر في ارتيريا الاكسجين على الفراكشن اوف ان اسبايرد اكسجين اللي هو الاف اي او 2 بلاقي الريشيو دي اقل من 300. ده باي ديفينيشن لازم تبقى موجوده عشان اقول ان العيان ده في اي ار دي اس. طيب ايه هي الكلينيكال ديس اوردرز اللي هي اسوشيتد ويز ديفلوبمنت اوف اكيوت لانج انجري او اي ار دي اس؟ في دايركت كوزز يعني الكوز بالمونري، والكومن اللي هو الاسبيريشن اوف جاستريك فلويد، او النيمونيا زي ما قلنا مثلا في حالات الفيرال نيمونيا او وات ايفر الكوز اوف نيمونيا ممكن يتطور لاي ار دي اس. في less common direct pulmonary causes اللي هو inhalational injury زي بيحصل في حالات الفاير اكسبوجر، او البلمونري contusion لو في تروما للشيست وول وحصل lung contusion، او الفات embolism او near drowning. في indirect او extra pulmonary cause الكومن هو السبسس، اما يحصل focus of infection وspread ويحصل سبسس، وخاصة مع الابدومينال سيبسس بيحصل برضو الـ ARDS، او حالات السيفير تروما في حالات مثلا الموتور كار اكسيدنت، او اي تروما يحصل منها بلاد لوس طبعا ويحصل اللونج هايبوتنشن، او في حالات المالتيبل فراكشرز. او less common extra pulmonary indirect causes الacute pancreatitis الكارديوبالمونري باي باس زي ما بيحصل في حالات الكابج مثلا، الدراج اوفر دوز، الدي اي سي اللي هو disseminated intravascular coagulopathy، البيرن، وكل ما كان extensive والديجري بتاعته هاي كل ما زاد التشانس ان يحصل اي ار دي اس، وحالات الهيد انجري. زي ما شايفين ده التيبل اللي بيوضح الكومن انسلت اللي ممكن تبقى فرض باي ار دي اس، في منيها دايركت بالمونري وفي منيها اندايركت، وفي في الاندايركت ما ننساش المالتيبل ترانسفيوجن او ترانسفيوجن اسوشيتد اكيوت لانج انجري. في بعض عيانين بيجوا بسيفير انيميا ايا كان الكوز مثلا تروما او ميديكال كوز، ونلاقي ان هما يضطروا ان هما ياخدوا كميات كبيره من البلاد، فاللارج ترانسفيوجن او المالتيبل ترانسفيوجن من الحاجات اللي هي نون كوز اوف اكيوت لانج انجري. الكلينيكال بيكشر بتاعته بيبقى فيه ديسنيا، بريثنج ديفيكولتي، ويحصل طبعا هايبوكسيميا بعد كده، وبلاقي فيه بروجريسيف وورسنينج within hours two days لدرجة ان البيشنت بيحتاج respiratory support في صورة mechanical ventilation في intensive care unit، وبالphysical examination بلاقي البيشنت فيه tachypnea وممكن الاقي فيه sign of respiratory distress، بلاقي فيه tachycardia وفي central cyanosis، conscious level may be affected by chest auscultation، بلاقي فيه rails اللي هي crepitation بتبقى في الغالب مسموعة bilateral and basal. الكومبليكيشن ممكن يتطور هو نفسه بالنيومونيا، يعمل نوزوكوميا اللي هي الهوسبيتال اكوايرد نيومونيا، ممكن يؤدي الى اذر اورجان فيلير بالاضافه للريسبيراتوري فيلير، ممكن يحصل هيباتيك فيلير، ممكن يحصل رينال فيلير، ممكن البيشنت يبقى عرضه للدي فينس ثرومبوزس عيان بيد ريدن وفي انتنسيف كير يونت، فممكن يتطور لدي فينس ثرومبوزس، ومن الكومبليكيشن برضو الجاسترو انتستاينال بليدنج. طيب ايه الباثولوجي اللي بيحصل في الاكيوت لانج انجري او في الاي ار دي اس؟ الباثولوجيكال فيتشر في ار دي اس يعني بيبقى فيه ستيجز منها. الاول بيبقى فيه اكزوديتيف ستيج فيها انفلاماتوري فيز واكزوديشن بيحصل في الالفيولاي، وبعد كده بروليفريتيف فيز، وممكن ينتهي بفايبروتيك فيز يعني ممكن يسيب ريزيدوال فايبروزس. الـ ARDS هو عبارة عن بالمونري إديمة، بس هي نون كارديوجينيك بالمونري إديمة،
الكارديوجينيك بالمون دي معروف ان هي هيدروستاتيك، يعني بيبقى فيها انكريز في الهيدروستاتيك بريشر فبيحصل الاديمه. لكن هنا لا، المشكله بتبقى في الكابيلري نفسها، بيبقى فيها حاجه اسمها هاي بيرميابيليتي. يعني هنا الافكشن هنا مش في الهيدروستاتيك بريشر بيبقى هاي، ده بيبقى فيه افكشن في الوول نفسه بتاع الكابيلاريز، فبيسموها هاي بيرميابيليتي بالمونر ايديما. في ديسربشن بيحصل في الالفيولو كابيلاري ميمبرين، فالممبرين ده allows الفلويد تو ليك انتو ذا انترستيشيال سبيس، ويحصل بعد كده طبعا الإديمة. وطبعا مادام في وايدند ومادام في ديسربشن في الانترستيشيال سبيس، لازم هيبقى في امبيرمنت في الديفيوجن بتاع الجازس، وده هيؤدي الى هايبوكسيميا. زي ما قلنا ده المنظر على المستوى الراديولوجي. لو بصينا في الجزء اللور اللي هو الشيست اكس راي، شايفين فيه هوموجينس اوباستي، يمكن هنا ظاهره بدايتها اكتر في الرايت لانج، وبعد كده ممكن نلاقيها سبريد للليفت لانج. على مستوى برضو السي تي شيست في الجزء الاور من الصوره، هنلاقي برضو شايفين فيه منظر كانه كونسوليديشن مثلا، وبدايات في الناحيه الرايت وبرضو بدايات لي في الناحيه الليفت. يبقى هو في الايميجنج في الغالب يبقى فيه بايلاترال اوباستس. الانفستيجيشن بعمل زي ما قلنا شيست اكس راي، بلاقي فيها نيو بايلاترال ديفيوز باتشي اور هيموجينس بالمونري انفلتريتس، يعني بالمونري اديما. الارتريال بلاد جاز زي ما قلنا بيبقى فيه افكشن في الفراكشن اوف في البارشل بريشر اوف ارتريال اوكسجين، فلاقي فيه هايبوكسيا واقدر اعرف الجريدز بتاعتها من الارتريال بلاد جاز. بعمل ايكوكارديوجرافي عشان اكسكلود الكارديوجينيك بالمونري اديما. ممكن اعمل سي تي شيست علشان ايدنتيفاي البالمونري كوز، ان الاقي فيه اصلا نيومونيا او في لانج ابسس، او ممكن كمان لو في كومبليكيشن حصلت زي نيوموثوراكس او بلورال افيوجن يظهر في الشيست توموجرافي. زي ما قلنا ده السمري. طبعا احيانا بضطر اعمل الفايبر اوبتيك برونكوسكوبي لو انا شاكة في انفكشن وكان ريزيستنت، او البيشنت تطور وحصل كومبليكيشن بنوزوكوميال نيمونيا، ممكن اعمله، بس ده طبعا مش بيبقى متاح في كل الحالات. طب هل هو ده ملهوش تريتمنت؟ يعني ليه بقول مورتاليتي هاي واحنا دلوقتي يعني في ادفانس اوف ثيرابي، كل حاجه ليها مودلز اوف تريتمنت كده ممكن تكون جايه من نتيجه. الحقيقه الاي ار دي اس يعني المين تريتمنت فيه سبورتيف، بيعتمد بس على ان انا استنى لغايه ما الاكيوت لانج انجري ده يتحسن، الانفلاميشن اللي موجود في اللانج يتحسن، بدي سبورتيف تريتمنت. وبيحتاج احيانا ريسبيراتوري سبورت زي ما قلنا البيشنت في صوره ميكانيكال فنتيليشن، بيتعمل بمانوفرز معينه وتكنيكس معينه. يعني الميكانيكال فنتيليشن او الريسبيراتوري سبورت اللي بيبقى في حالات الاي ار دي اس مش زي الميكانيكال فنتيليشن اللي بيتحط في اي حاجه، يعني في اي حالات تانية ليه تكنيكس معينه وليه استراتيجي معينه. وفي نان فنتيلاتوري تريتمنت لو في اي اذر كومبليكيشن، دخل البيشنت في زي ما قلنا في دي فيدا ثرومبوزس هعالجها، دخل في كومبليكيتنج نوزوكوميال نيومونيا او هوسبيتال اكوارد نيومونيا هعالجها. طبعا من اللاين اوف مانجمنت اللي بخلي بالي منها في العيانين دول هو النيوتريشن سبورت، الفلويد ثيرابي بانواعه والفوليومز اللي بستخدمها. في بعض الانديكيشن للكورتيكوسترويد في بعض الحالات، في بعض الاكسبيرمنتال تريتمنت اللي موجوده في الترايل زي الانهيلد نيتريك اوكسايد، في ترايلز برضو للاكسوجينس سيرفاكتنت. الفنتيلاتوري مانجمنت زي ما قلنا ليها سبيشال تكنيك في العيانين بتوع الاي ار دي اس بيسموها لانج بروتكتيف استراتيجي. كده بقى احنا خلصنا كلامنا عن الفيرال نيمونيا، واتكلمنا عن الاي ار دي اس اللي هو الاكيوت ريسبيراتوري ديستل سندروم، ويبقى كده خلصنا الجزء ده من المحاضرات. وثانك يو.